ينضم معنا مراسلنا بالقرب من ساحة التحرير علي عبد الكريم. مرحبا بك علي، وحمد لله على سلامتك مرة أخرى. حصيلة الشهداء والجرحى أريد أن أعرفها من جنابك، تطورات أخيرة ما هي لديك؟ تفضل علي. مرحبا بك عبد الرحمن، شكرا جزيلا. يعني الإحصائية الأولية تشير إلى 5 جرحى من المتظاهرين وشهيد، وثمانية جرحى من القوات الأمنية. آخر التطورات يعني تم إنهاء التظاهرات بالكامل، التظاهرات تم إنهاؤها بالقوة كما شاهدنا قبل قليل. الحياة تعود إلى طبيعتها، حيث أنا الآن واقف بين ساحة الخلاني وساحة التحرير كما تشاهدون. تم إعادة الحياة إلى طبيعتها بالكامل، المناطق التي غلقت تم إعادة عملها بالكامل. أجرينا جولة في العاصمة بغداد ومقتربات ساحة التحرير، كل الطرق تم فتحها يعني ما عدا ساحة الطيران. ساحة الطيران ما تزال مغلقة إلى غاية الآن. القوات الأمنية التي كانت متواجدة بساحة التحرير الآن تنسحب تدريجيا شيئا فشيئا. أما المتظاهرين يعني ما زالوا غاضبين، وهم يتوعدون ويتحدثون عن تظاهرة أخرى خلال الأيام القادمة. نعم نعم علي، هل هناك نية اعتصام أو تصعيد من قبل المتظاهرين بعد أن أفرغت الساحات بشكل شبه نهائي؟ يعني المتظاهرين يتحدثون عن أنه من الممكن أن تكون هناك تظاهرة خلال اليومين القادمين، سيعيدون ترتيب صفوفهم مرة أخرى، أيضا يحتجون ويطالبون الأمم المتحدة، الجهات المختصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومن يقف وراء هذا التفريق وهذا التفريق بالقوة. وأيضا يعني هم يتحدثون أنهم كانوا أو جاءوا إلى ساحة التحرير من أجل الكشف عن قتلة المتظاهرين، وليس أن يزداد أعداد المتظاهرين أو عدد قتلى المتظاهرين وشخص آخر وسقوط عدد آخر من الجرحى. هم يطالبون الجهات الدولية، يطالبون الحكومة العراقية بالكشف بالسرعة الممكنة عن أسباب قمعهم، وهم كانوا يعني منذ يوم أمس هم مرتبين مع القوات الأمنية، كل الجهات الأمنية هم كانوا متواجدين أيضا يوم أمس، يتحدثون بقيادة عمليات بغداد مع القوات المشتركة، تحدثوا عن الترتيب وعن أنهم سيتظاهرون بساحة التحرير وستكون هناك سلمية، بعد ذلك يتم قمعهم بهذه الطريقة. يجب أن يحاسب من قمعهم، هذه هي مطالبهم. وأيضا لا زالوا يطالبون بالكشف عن قتلة المتظاهرين، ويتحدثون أنه خلال الأيام القادمة أو خلال التظاهرة القادمة سيتم رفع سقف المطالب، ربما ستكون هناك المطالبة باستقالة الحكومة العراقية بعد هذا القمع وإسقاط النظام. هم أيضا كانوا يطالبون اليوم بإسقاط النظام، ولكن يتحدثون أنه خلال التظاهرة القادمة سيكون هناك تجديد أكثر، وربما سيكون المطلب الوحيد هو إسقاط النظام. طيب علي، أنت قريب من الساحة، هل سمعت ما يتبادر لذهنك أنه سوف تكون هنالك مقاطعة من قبل المحتجين للتظاهرات؟ مقاطعة للانتخابات. نعم، يتحدثون أنه من الطبيعي، يتحدثون أننا اليوم من الطبيعي أن نقاطع الانتخابات في ظل وجود السلاح المنفلت، في ظل وجود الميليشيات ووجود الأحزاب، وأيضا قانون الانتخابات هم عليه عندهم الكثير من علامات الاستفهام، ويتحدثون أنه قانون الانتخابات تم تفصيله حسب الكتل وحسب مصالح الكتل السياسية والأحزاب والبرلمانيين المتواجدين بالبرلمان. يعني أنهم كانوا يطالبون بقانون انتخابات عادل، وليس هذا القانون. أيضا يعني الكثير كان يطالب بتعديل قانون الانتخابات، يوجد بعض الوقت من أجل تعديل قانون الانتخابات، وأيضا توفير بيئة آمنة للانتخابات وتوفير بيئة آمنة للناشطين في ظل وجود السلاح المنفلت ووجود الأحزاب والميليشيات. لا يمكن أن تجرى الانتخابات، هذا ما يتحدث به المتظاهرين، وأيضا ما تحدث به المحتجين اليوم ليس هنا فقط في ساحة التحرير بل بجميع المحافظات العراقية. نعم، مراسلنا من قرب ساحة التحرير في بغداد علي عبد الكريم، كنت معنا في هذه النشرة، شكرا لك.